كم اسمي الحلبي عبد الله. السجن ديالي الاعقال ديالي دوز فيه سنتين، ولكن ما تعوضش في هاد الاضرار اللي ضريت انا وضرت العائله ديالي. واليوم انا كنطلب الحقوق ديالي، وكنطلب منه هو مسؤول على هاد الحق ديال هاد المظلومين يعطي الحق ليهم. انا كنطلب حقي، ما كنطلبش شي واحد يعطيني من عنده، كنطلب الحق اللي كنتسال. جبر الاضرار، تعويض، الادماج. دابا انا كنطلب الحق ديالي، وهاد العائلات كلهم اللي حضروا هنا في هاد الوقفه هادي ومازال كاينين ما جاوش كيطلبوا بالحقوق ديالهم. انا انسان تظلمت في الكرامه ديالي وتهرس ومشى ليا رزقي وتشدي ظلما وعدوا، والله كيشهد على ما نقول، ولكن كنطلب التعويض وجبر الاضرار والادماج. ولا حاليا دابا راني مظلوم فوق الارض وفي بلادي مظلوم. بالنسبه العمل ما كاينش، المرض عندي مزمل، ما تنقدرش نركب في اي حافله بنطيق تنفس. الاعتقال ديالي، الاعتقال ديالي بالنسبه ل 1981 نهار 20 شهر 6 دخلوا عليا المخازنيه للدار وداوني. بالنسبه انا ما تنبغيش ندير معاهم داكشي اللي بغاو هما، هذا هو علاش شدوني انا. انا رجل مواطن دياني، وما تنبغيش داكشي اللي تيديروا هما. ودخلوا عليا الدار، هرسوا عليا الباب وداوني سجن في عامين دوزت ظلمه. كل ليله كنغوت، كل ليله تنغوت، تسد عليا الباب تنغوت. وعانيت في عامين 24 شهر كلها عانيت فيها. ومن 1983 من خرجت وانا كنعاني لحد الان، وانا حاليا تنهضر معاك وتنعاني. وكنقول لهاد الناس المسؤولين على هاد الملف هذا يشوفوا الوجه الله ويعرفوا راه كاين الله سبحانه وتعالى، راه ربي كاين. اللي ما بغاش يعطي الحق هنا راه غيعطيه امام الله. وكنشكر الجميع وتنشكر هاد الناس هادو، وكنطلبوا الله يشوف من حال هاد الناس. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد مشرور، رئيس جمعية 20 يونيو 1981. بالمناسبة ديال اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جينا للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان على أساس أنه باش نشوفوا السيد المندوب الوزاري باش نطرحوا عليه واحد العدد ديال المشاكل اللي تخبطوا فيها الضحايا ديال الأحداث الاجتماعية ديال 81. كاين هناك ملف الشهداء، وكاين ملف ديال خارج الاجال، وكاين ملف ديال الادماج الاجتماعي، وكاين الاشكاليه ديال التغطيه الصحيه، وكاين واحد المجموعه ديال المشاكل اللي تخبطت في هذه العائلات في اطار ديال كورونا، لانها تحرمات من واحد العدد ديال الحقوق نورمالمون خصها تتمتع بها. ولهذا اليوم حنا جينا باش درنا هذه الوقفه الاحتجاجيه، وطلبنا من السيد المندوب باش ياخذ بعين الاعتبار هذه الحقوق ديالنا. ورحنا حطينا ليه واحد الطلب على اساس انه باش يستقبلنا، وراه تنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم الى استقبلنا غادي نطرحوا معاه هاد المشاكل هادي باش نحدوا من هاد المشاكل اللي بقات مرتبطه من 99 حتى ليومنا هذا. اذا تنقول انا في الحاله تما الى كان المغرب دار عدنا انتقاليه اللي هي تتسكز على اربعه ديال الركائز اللي هي الحقيقه واعمال العداله وجبر الاضرار وعدم التكرار. فاحنا اليوم جينا باش نعبروا باش نقولوا باللي راه هاد العداله هذه راه بقات منقوصه، وخاص ضروري الاذن الصاغيه اللي تسمع لينا كجمعيه ديال 20 يونيو باش نحلوا ان شاء الله هاد المشاكل هذه. وبهذه المناسبه تنشكر الواجهه قناه الواجهه اللي عطتنا هاد الفرصه هذه باش نعبروا أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي الضحايا على هاد الحقوق اللي حنا مازالين تناضلوا من أجل التحقيق ديالها. وشكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله. كل شهيد في كل حارة، كل شهيد في كل حارة، كل شهيد.